ده كان انا تقريبا اول مره احاول اعمل تدريب في غرفه تدريب من حوالي 14 سنه. بالمناسبه بقيت المشهد ان انا سبت غرفه التدريب وخرجت بره الاوضه وسبت الناس حتى ما عرفتش اقول لهم صباح الخير. انا اسمي احمد شاهين، شغال في التدريب والتطوير بقيت تقريبا 13 سنه، وعندي مدرسه لتاهيل ترينرز. واول حاجه جايه اقولها لكم النهارده انه مفيش حد له الحق ايا كان العلم او الخبرات اللي عنده انه يقول لك انت تنفع تبقى ايه او تعمل ايه او توصل لغايه فين ازاي. حتى لما درسنا كوتشنج اول معلومه قالوها لنا الكوتش ما بيديش نصايح، مالكش حق انك تقول للناس مين ينفع يعمل ايه ومين ما ينفعش يعمل ايه. لو كان في حد عدى اليوم ده من قدام الاوضه ولقاني واقف مرعوب كده وركبي بيتخبط في بعضها ومش عارف حتى اقول للناس صباح الخير، كنت قلت له هو انا ينفع ابقى ترينر؟ الاجابه طبعا كانت هتبقى معروفه. مين هنا بيخاف؟ مين تعرض لموقف خوف قبل كده؟ بص حواليكوا كده، كلنا بنخاف، لكن في حد بيسيب الخوف يبقى عائق حقيقي في حياته يعطله عن الحاجات اللي هو نفسه يحققها فيها. وفي ناس بتعرف تصاحب الخوف وتوصل لأحلامها. بالمناسبة مش عارف المعلومة اللي أنا أقولها لكم دي تفيدكم ولا لا، يعني بس أنا كنت صايد كيمياء في الثانوية العامة، واضح إنها كانت معلومة تهمكم قوي. طب مين هنا سقط في أي حاجة في حياته، مواد، جامعة؟ في ناس رافعين إيديهم ورجليهم تقريبا، شكرا. طيب طبعا أنا مش جاي النهاردة أقول لكم الفشل بداية النجاح ولازم تقوم عشان تنجح وكده، مش ده السياق، لكن جاي أقول لكم إن في شوية أسئلة لما بنعرف نجاوبهم بنعرف أهم من إننا نقوم من الفشل إن إحنا نتعلم الدروس اللي كان لازم نتعلمها من الفشل ده. بالمناسبة أنا اتخرجت من تجارة إنجليش، كانت جامعة خاصة لأن طبعا مجموعي في الثانوية العامة ما كانش يدخلني كنتاكي، وكان نفسي حلم حياتي يعني ان انا اشتغل في شركه كده من الشركات المالتي ناشونال. المهم لونج ستوري شورت، الحمد لله ربنا اكرمني واشتغلت قبل مشروع تخرجي بيوم بالمناسبه، واول يوم شغل ليا بعد التدريب اكثر من رائع، نازل وبكل شغف. وبالمناسبه يا جماعه ده وشي مش في التوك، ده وشي بره التوك كمان، انا شخص بحب الناس، بحب الحمد لله ابتسم جدا في وش الناس وبحب الناس قوي. يعني اصحابي المقربين زي عامر كده بيقول لي انت بتتغذى على البشر مش باكلهم، يعني بحب اتعرف عليهم. فدخلت على اول واحد قابلته في الشغل في اول يوم شغل ليا وداخل عليه بكل شغف، ايه الاخبار احمد شاهين؟ بص لي كده ورجع اكمل شغل ولا كاني في حد سلم عليه. حقيقه ضرب لي بعرض الحائط كل حاجه اتعلمتها في حياتي عن الكوميونيكيشن سكيلز. رحت راجع لنفس الشخص هو تاني وبشغف اكتر من الاول، ايه الاخبار انا احمد شاهين؟ المره دي بص لي كده، انت جديد صح؟ قلت له ان شاء الله وربنا يكرمنا، انا بقالي 8 سنين هنا ما بتحركش. تخيل ده شخص اول شخص تقابله في حياتك في الشغل. طبعا سبته وطلعت اجري وبدات ادور على ناس مبهجه ملهمه زي اللي قاعدين النهارده قدامي دلوقتي عشان احاول اتعرف عليهم ويساعدوني في الشغل. انا فاكر كويس قوي الراجل ده، انا بشكره لغايه النهارده لانه خلاني اعمل سيرفي بعد اول شهر شغل، اروح اتكلم مع الناس اللي بتترقى، انتوا بتترقوا ليه؟ الناس اللي ما بتترقاش ما بتترقوش ليه؟ في واحد انا فاكر اجابته كويس قوي، بقول له وانت ليه بقالك كتير ما بتترقاش؟ شركه مالتي ناشونال يعني مليانه وظايف كل اسبوع وبتاع. قال لي اصل انا متجوز. حاولت اربط القصه زيكم كده ما عرفتش. المهم يعني اخر القصه انه قال لي ظروف البيت صعبه وانا الانجليش بتاعي ضعيف. بالمناسبه انا اتعلمت انجليش في الشارع ودي حاجه انا فخور بيها قوي، ويعني كان والدي ربنا يبارك في عمره بيدفع يعني كان بيدفع فلوس كورس يعني جامعات خاصه ومدارس خاصه، فكنت شويه بستثقل قوي ان اروح اقول له كمان هات فلوس اخد كورس انجليش. فحرفيا اتعلمت انجليش مع شويه شباب امريكانز كده كنت بلعب معاهم كره سله، وكان انجليزي شوارع بجد، يو مان واتس اب ليتس بلاي سام بول. وكان دوري هنا اني اخد الانجليش ده احوله لبزنس انجليش عشان اعرف اتقبل في شركه مالتي ناشونال. بحكي لكم القصه دي عشان اقول لكم حاجه مهمه قوي. في نوعين من الناس، نوع بيشوف الحاجات اللي هو عايز يوصل لها، ونوع بيشوف بس الحاجات اللي بتمنعه من الحاجات اللي هو عايز يوصل لها. التو سيركلز دول في كتاب ذا 7 هابتس اوف هايلي افكتيف بيبل بتاع ستيفن اركوفي او العادات السبع للناس الاكثر فاعليه، الراجل كان بيتكلم انه احنا كلنا عندنا التو سيركلز دول في حياتنا، بس في سيركل عند كل حد فينا اكبر من الثانيه. السيركل الكبيره قوي دي اسمها سيركل اوف كونسيرنز، دايره الاهتمامات، دي الدايره اللي فيها الحاجات اللي احنا ما نقدرش نعمل معاها حاجه،
ظروف البيئة اللي أنا فيها صعبة، اتولدت في أسرة بسيطة، معيش فلوس أخد كورس إنجليش، كورونا جت، تقدروا تعملوا حاجة مع ده. لكن في سيركل تانية اسمها سيركل أوف إنفلونس، لما ده حصل أنت عملت إيه؟ إيه دائرة التأثير؟ الخطوات اللي أنت كنت محتاج تاخد فيها الشغف بتاعك والطاقة بتاعتك عشان تحطها في الدائرة، حطيت الطاقة بتاعتك في أنهي دائرة من دول؟ بالمناسبة كلنا طول الوقت بنتعرض لقرارات بتختار فيهم يا سيركل أوف كونسيرنز يا سيركل أوف إنفلونس، دائرة اهتمامات يا دائرة التأثير. المؤثرين الحقيقيين كلنا بنسمع كلمة إنفلونسر، صح؟ مين بيسمع كلمة إنفلونسر للنهار؟ يعني إيه إنفلونسر؟ هو إنفلونسر الناس اللي عندها متابعين على السوشيال ميديا، الناس المؤثرين بجد، مش الناس اللي عندهم متابعين على السوشيال ميديا. الناس المؤثرين بجد اللي عايشين في السيركل أوف إنفلونس دي طول الوقت شايفين بس الحاجات اللي يقدروا يعملوها. حد شاف الصورة دي قبل كده؟ عارف المشهد ده؟ مين شاف المشهد ده؟ القصة دي مش قصة فيلم جميل بحكي لكم عنه النهاردة، القصة دي بتاعت واحد حقيقي اسمه كريس جاردنر. كريس جاردنر واحدة من أصعب القصص، راجل خسر كل فلوسه في بيزنس، فشل وخسر اللي وراه واللي قدامه، مراته تخلت عنه في أكتر وقت كان محتاجها فيه، اضطرد صاحب البيت طردهم، بقى بيبات هو وابنه في بعض أحيان في التويلتس بتاعت المترو. قصة صعبة قوي. بس تعال شوف الراجل ده، بالمناسبة الصورة دي في مشهد في انترفيو، الانترفيو الوحيد اللي كان بقاله كتير بيسعى عشان يروحه، ويوم ما جاله الانترفيو اتقبض عليه بالليل عشان ما عرفش باركينج تيكتس ولا ايه، وطلع من القسم بيجري على ميعاد الانترفيو بالظبط، وكان قبلها مقبوض عليه وهو بيبيض الشقه، فده كان منظره. فالراجل حتى الانترفيور بيقول له، هو انت لو انت مكاني وبتعين موظفين، تعين واحد لابس بالشكل ده ووشه متبهدل كده بوهيه ولابس لبس مش حلو؟ سكت كده وقال له، اكيد لابس بنطلون شكله حلو. طول الوقت كان عايش في السيركل اوف انفلوينس. بالمناسبة الحمد لله ربنا أكرمني في الشركة دي بعد 6 شهور بس، وبقيت شغال في قسم التدريب. مفيش حاجة اسمها مستحيل. السؤال اللي دايما بيجي في عقول الناس لما بقول لهم circle of influence و circle of concerns، أيوة ازاي بقى أنا كمان influencer، ازاي بقى شخص مؤثر، شخص مؤثر زي الناس اللي طلعت النهاردة على الستيج، كلهم ناس مؤثرين. ممكن في ناس تعيش وتموت محدش يسمع عنهم حاجة، بس كانوا مؤثرين بجد، كانوا بيأثروا في كل الناس اللي حواليهم. أول حاجة عشان تبقى شخص مؤثر أنا بسميها one of the success secrets، واحدة من أهم أسرار النجاح، بيئة، ناس، know-how أو منهج. دور على مكان اللي فيه الناس اللي أنت نفسك تبقى زيهم، روح حط نفسك في المكان ده وسيب نفسك خالص. بعد شوية هيعلموك إزاي المنهج بتاع الحاجة دي، know-how بتاعتها. نفسي أبقى ترينر، روح دور على بيئة فيها ترينرز. نفسي أبقى طالب شاطر، دور على الجروب اللي فيه الطلاب الشاطر اللي معاك في المدرسة. نفسي أبقى تاجر مخدرات، do the same, it's just an example. وعلى فكرة كل مرة مين عمل القصة دي وفرقت معاه في حياته، مين حط نفسه في بيئة بجد والبيئة غيرته، بقى شخص مختلف بسبب الناس اللي حواليه. في واحد من أصدقائي كان نفسه يشتغل، وكان خريج جامعة كويسة جدا، لكن كان عنده مشكلة إنه يلاقي شغل. يعني عارفين عمل ايه؟ فضل بيقف كل يوم قدام الشركه لغايه ما في يوم من الايام، كل يوم بس يقف في ميعاد خروج العمال كده، لغايه ما في يوم من الايام اتعرف على حد من السكيورتي، الناس بتوع الامن بتوع المكان، وبعد شويه اشتغل معاهم. جابوا له قالوا له تعالى احنا محتاجين حد وبتاع، اشتغل معاهم. النهارده وانا بعمل التوك، الراجل ده واحد من الليدرز في الشركه دي. ايه اللي حصل؟ This success secret. طيب ايه كمان ممكن يساعدنا نبقى انفلونسرز؟ مايندفولنس. حد سمع الكلمه دي قبل كده؟ مين سمع كلمه مايندفولنس دي قبل كده؟ مايندفولنس في الكتب يعني حاضر، يعني انت بتعرف تحضر في المواقف المختلفه. يمكن اول مره افتكر كويس قوي اول مره اتعلمت فيها مايندفولنس، يعني الحمد لله انا من الناس اللي بتحب تروح الجيم ورياضه وكده، يعني في يوم من الايام كنت رايح الجيم، كنت صحتي كويسه جدا، وفجاه بدون سابق انذار وقعت في الشارع، خدوني على المستشفى، قعدت حوالي 6 شهور بيتعمل لي كل التحاليل والاشعات اللي في الدنيا، مش عارفين انا عندي ايه. الفتره دي بعيدا عن القصه الطويله قوي، في يوم جالي بانيك اتاك. انا شخص بحب الاكل قوي، في حد هنا بيحب الاكل؟ تخيل ان انت تقعد 3 شهور ممنوع من الاكل. فجات لي بانيك اتاك في يوم بالليل كده الساعه 12، انا ما اكلتش دلوقتي هشيل كل اللي انتم معلقينه في جسمي ده واسيب لكم المستشفى وامشي، انا راجل كبير مش صغير يعني. فبعد خناقه مع الممرض كده جاب لي حته جبنه صغيره قوي كده ولقمه عيش صغيره،
عارفين الاطفال لما بيبقوا ممنوعين من حاجه، مثلا انا بنتي مثلا استبرغ، بنتي صغيره ممنوعه من المواد الحافظه وكده، فلما بنديها كيس شيبسي او حاجه تاكلها، عارفين بتقعد تاكلها ازاي؟ عارفين القصه دي بالراحه كده علشان ما تخلص. انا كنت زي بنتي بالظبط اليوم ده، ما كنتش عايز اللحظه دي تخلص. فمايندفولنس انك تعرف تحضر اللحظه دي حالا. انت هنا بتسمع تيدكس توك، سو انت مش ماسك موبايلك، انت مش بتهزر، انت قاعد بتستفيد من اللحظه دي. الاهم من فكره مايندفولنس بقى انك تبقى بتعرف تستحضر هذا المود او هذا النظام في حياتك اليوميه في المواقف الصعبه. هديكم مثال. اقرب حاجه يعني جت في بالي من شهر كده، كنت مضغوط جدا جدا الفتره اللي قبل رمضان دي، عندي بتبقى ضغط في الشغل جامد قوي. فالمهم من كتر الضغط، انا الحمد لله مكتبي في البيت مكتب بسيط كده بحب اقعد اشتغل فيه، اليوم ده ما كنتش طايق اقعد في المكتب من كتر الضغط، فروحت لامم حاجتي قلت بس ما الشغل ده لازم يخلص. رحت لامم حاجتي وجيت نازل على الباب، خلاص لميت الحاجه ونازل، لقيت مراتي جت بتقول لي رايح فين؟ بس انا مضغوط شويه كده، وقالت لي طب خد ادم معاك. ادم ابني بالمناسبه 4 شهور ونص يعني. فقلت لها بس حبيبتي انا اسف انا مضغوط قوي، ف وبعدين هاخد ادم 4 شهور هاكله ازاي؟ قالت لي لا لا ما احنا كلنا جايين معاك، يلا يا استبرق. فبقينا رحله رايحين كلنا نفك الضغط بتاع بابي. وبالمناسبه انا فاكر كويس قوي، انا لما نزلت طبعا زي ما انتم عارفين اسره وعيال وبتاع، كل سنه طيب شغل ايه اللي هتشتغله؟ فكان عندي خيار من الاثنين، يا اما افضل قاعد بحاول اشتغل وافضل في الضغط اللي انا فيه ولا عارف هاف فن مع العيال ولا في نفس الوقت عارف اخلص شغلي، او ان انا ابقى راجل بعرف اشغل المايندفولنس واقعد دلوقتي اسيب الشغل واقضي بقى الوقت خلاص، هو بقى فاميلي تايم، موضوع منتهي. بالمناسبه لو انا نازل عشان بس الناس اللي بدات تخبط على، في ناس جايين بجوازاتها النهارده مين يقول شايف بيعمل ايه. بالمناسبه انا كنت بجد مضغوط قوي، وفي ايام بتقلش مني يا جماعه، يعني في ايام مش طول الوقت هتبقى عارف تترن اون المايندفولنس مود برضو، يعني ما انت بني ادم. بالمناسبه انا نسيت اوريكم شكلي، هي ما خدتش ادم والعيال ونزلت معايا، هي لفتني انا وادم لفت هدايا. بصوا ده كان منظري وانا نازل، ده ادم اللي كان ملزوق في صدري ده. فبين مايندفول. بالمناسبه طبعا حس ان احنا ذكرنا ده، يعني انا زوجتي من الناس اللي ربنا جعلها سبب ان انا اخرج من المستشفى، انا كنت مفروض افضل عايش بقى على ادويه فور ايفر، والنهارده بقيت اخصائيه تغذيه بسبب تعبي. يعني اي نعم اتشهرت على حسابي وعلى حساب تعبي، بس يعني ربنا يكرمها جدا بشكرها. يعني اتكلمنا عن مايندفولنس وازاي تبقى حاضر، ومحتاج تتدرب كتير على الحضور ده. وعلشان تعرف تبقى حاضر مهم قوي تبقى بتعرف تجاوب على سؤال مهم جدا جدا جدا. مين شاف الثلاث دوائر دول قبل كده؟ الثلاث دوائر دول مهمين قوي، فيهم ثلاث اسئله عايشين حياتنا كلهم فيهم طول الوقت. الثلاث دوائر دول كتير قوي الناس اتكلمت عنهم، اشهرهم كان سايمون سينيك في كتابه ستارت وذ واي او ابدا بليه. كتير قوي من الناس بيبقى عارف ايه الحاجه وازاي يعملها طول الوقت في حياتنا، هتلاقونا بندور على كده كل شويه، حد يقابلني مش عارف انجح في رحلتي المهنيه ازاي، اوصل مش عارف فين ازاي، تلاقي واحد بيسال ازاي اتجوز، عايز اتجوز وازاي اتجوز، عايز اجيب عربيه وازاي اجيب عربيه، لكن مفيش حد بيقف يفكر انا ليه عايز اتجوز، انا ليه عايز اجيب عربيه. بالنسبه للجواز ريسيرش بيقول انه نسبه الطلاق عاليه قوي في بلاد كتير، وكانت حاجه من الحاجات اللي خضت الناس، يعني انه الناس بتتطلق عشان في بعض الناس بتتجوز وهي مش فاهمه هي عايزه ايه، يعني بيتجوز ومش فاهم هو عايز ايه. فانا قعدت 10 سنين من حياتي معيش عربيه، وكان كل اللي بيسالني يقول لي ازاي معاك عيله وشغلك طب بتعمل ايه، بقول لهم يا جماعه انا عارف انا ليه مش محتاج عربيه، انا بقضي وقتي كويس قوي في المواصلات وبقعد اذاكر واشتغل وارد على المكالمات، ولما بقى عندي سبب اجيب عربيه رحت اشتريت عربيه. كتير قوي بنعيش حياه مش بتاعتنا، تفضل عمال بتخش بتدخل عيالك مدارس علشان فلان قريب يدخل العيال المدارس دي، رحت اشتغلت الشغلانه دي عشان فلان بيعمل فلوس من الشغلانه دي، وبعد ما حياتك تمر قدامك كده تلاقي نفسك ايه ده انا عشت حياه ما كانتش بتاعتي عشان السؤال ده، ما عرفتش تجاوب انت ليه بتعمل كل حاجه بتعملها في حياتك. من شويه كده عدى قدامي فيديو على السوشيال ميديا بتاع واحد من المشاهير كان بيحكي عن والده اللي تعب جدا، وقالوا له قبل ما يموت يعني ان هو فاضل له 3 اسابيع، قالوا له والدك عنده مرض خطير وقدامه 3 اسابيع ويموت. يعني بيقول الثلاث اسابيع دول احنا اتعلمنا يعني ايه نعيش اللحظه. هو ما عرفش يعني ايه مايندفولنس وازاي يبقى مايندفول، هو عارف هو ليه محتاج يبقى مايندفول، فبقى بيقول كل مره بنقابل بابا
بسلم عليه كأنه لسه جاي من المطار، وكل مرة بنمشي بحضنه كأن دي آخر مرة هشوفه فيها، ونقعد نضحك ونتكلم ونهزر وندردش كأننا ما شفناش أبونا ده قبل كده طول حياتنا. كم حد ممكن يكون قاعد دلوقتي قصر في حق باباه ومامته، ما بيحسش بوجودهم، بيتشغل في أي كان اللي بيتشغل فيه؟ إحنا اللي أنا جاي أقوله النهاردة إن إحنا محتاجين نجاوب على سؤال الواي، ليه إحنا بنعمل كل حاجة بنعملها في حياتنا. اكتب الإجابات بتاعت الأسئلة دي، حطها قدامك، فكر نفسك بيها، علشان لما تبقى بتعرف تجاوب على سؤال الواي فتعرف أنت بتعمل كل حاجة بتعملها في حياتك ليه، وتعرف تبقى mindful person، وتعرف تبقى شخص مؤثر بيعرف يعيش كل لحظة في حياته وكأنها آخر لحظة. شكراً.